قضية التقدم في السن تهدد كلا من مرشحي الرئاسة المحتملين ترامب وبايدن، إلا أن تأثير العمر على الرئيس بايدن يبدو أكبر بكثير من تأثيره على ترامب. ومع أن كلا من بايدن وترامب يتجاوزان 75 عاما، إلا أن الإعلام الأمريكي لا يرجح أن يشعر الناخبون بالقلق من عمر ترامب بالمقارنة مع عمر بايدن. استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز أظهر أن غالبية الناخبين لديهم مخاوف جدية بشأن عمر بايدن، مشيرة إلى أن 70% من الناخبين في 6 ولايات متأرجحة يرون أن عمره لا يخوله لأن يصبح رئيسا لولاية ثانية، فيما أعرب أقل من نصف الناخبين عن مخاوف مماثلة بشأن عمر ترامب حسب استطلاع نيويورك تايمز ذاته. ويعود تفسير ذلك لزلات بايدن المتعددة، فالرجل ذكر أسماء زعماء أوروبيين راحلين عند كلامه عن أقرانه المعاصرين، وأشار إلى مصر باسم المكسيك. As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. ترامب أيضا له زلاته، فقد أشار إلى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على أنه رئيس تركيا. لقد تشرفت جدا بمعرفة هذا الرجل فيكتور أوربان. هل سمعتم عنه؟ إنه أحد أقوى القادة في العالم. إنه رئيس تركيا. يبلغ الفارق الزمني بين ترامب وبايدن 3 سنوات ونصف، إلى أن ترامب يحاول في ظهوره الإعلامي أن يبدو شابا أمام الحشود، فنراه يرقص على أنغام أغنية افتتاحية ثم يلقي خطابات تستمر لأكثر من ساعة. الفارق العمري الضئيل بين ترامب وبايدن يترجم على الواقع بفارق شاسع بين تصرفات الرجلين، فأخطاء بايدن وزلاته المتكررة تقوض الصورة العامة لخبرته وكفاءته التي يخشى أنصاره أن تؤثر على مسار الانتخابات، فيما يستجيب ترامب باستخدام السخرية من بايدن بسبب عمره، بينما يتفاخر بنشاطه أمام أنصاره مستفيدا ربما من تجربته كنجم سابق لتلفزيون الواقع.